مع وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وطيران فجر اليوم. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن صلاة الجنازة ستقام يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الرياض. وكان الأمير سلطان الذي توفي عن عمر يناهز 86 عاما كان يعالج في الولايات المتحدة منذ يونيو حزيران الماضي، وأجريت له عملية جراحية في يوليو تموز الماضي. وعلمت الجزيرة من مصادر سعودية مطلعة أن مشاورات تجري هذا المساء بين الملك وكبار أعضاء الأسرة الحاكمة لاختيار ولي العهد الجديد للمملكة، وأن ذلك سيتم في غضون الساعات القليلة القادمة. سلطان بن عبد العزيز آل سعود رجل بألقاب وصفات متعددة وأدوار متنوعة. إنه الأمير صاحب السمو الملكي، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والطيران، والمفتش العام. هذه آخر ألقاب ومناصب اقترنت باسم الرجل. أما البداية فسبقت تأسيس المملكة بقرابة 6 أعوام. ولد الأمير سلطان بن عبد العزيز بمدينة الرياض في 5 يناير من عام 1926، قبل 6 أعوام من صدور إعلان تأسيس المملكة العربية السعودية. ترتيبه 15 من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز آل سعود. وكما تقول المصادر السعودية، نشأ في كنف أبيه الملك عبد العزيز وتعلم القرآن واللغة العربية على أيدي كبار العلماء. وتضيف المصادر أن معارفه توسعت بمطالعاته المكثفة في مجالات المعرفة والدبلوماسية ومن خلال زياراته العالمية المتعددة. تنقل في مناصب الدولة بدءا من إمارة منطقة الرياض عام 1947، مرورا بوزارة الزراعة عام 1953، ووزارة المواصلات بعد ذلك بعامين، إلى أن استقر به الأمر في وزارة الدفاع والطيران منذ عام 1963، وأضيف إليها منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء عام 1982 وولاية العهد عام 2005. ورغم أنه ترأس أيضا العديد من اللجان والمؤسسات الحكومية، فإن دوره الأبرز اقترن بالقوات المسلحة السعودية بمختلف أفرعها، وقد أشرف على تطويرها وتحديثها على مدى قرابة 5 عقود. وقد أشرف الراحل على بناء العديد من المدن العسكرية في أنحاء البلاد، كما تسلم ملف الخلافات الحدودية بين المملكة العربية السعودية ودول الجوار، وأسهمت إدارته لهذا الملف في حل الكثير من هذه الخلافات. واجه الأمير الراحل في السنوات الأخيرة متاعب صحية أبعدته عن المملكة لفترات طويلة في العامين الأخيرين. وينضم إلينا من